خويا حمد هداك اللي هدموه البارح قدامه ستاعش عشرين شكون اللي يعرف؟ صغير صغير لا حول ولا قوة. صوتو صوتو خويا حمد صوتو مازال في راسي صوتو هو يعيط يو صغير صغير هذيك غير حطها ليا يا اخي نصومو اليوم نصومو الا نصومو نسيت يا اخي عاد مو خونا البارح قلت لنا نصومو اليوم بس ما دمنا صايمين طفي الدخان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله استغفر الله يا طفي من الصباح ولا نتكيف علاش نروح نتسكر يلا نكسل روحنا شويه يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اه يا بصحتك سيب سيب السلام عليكم. هاي سعد. هاي سعد المجيد خير ما شقك. البارح فت لك. شو بك تظهر مقلق؟ أفهمت والو. كاني واحد الدار يحوس عليا. بعد كي حبطت ليه هضرت معاه قال لي أنت من الجبهة. يقول لي سي منصور وبدا يخلط هكذاك في الهضرة. سي منصور. قال لي سي منصور إيه. سي منصور. وهذا السي تعرفه؟ كيفاش نعرفو؟ ما نعرفوش، راني نقولك جا حوس عليا للدار. صح هو السيد هذا وين راح؟ هاو قال لي العشية نولي لك. شوف، دوك تخرج من تروح لدارك، تسناه منا العشية إن شاء الله. فهمت؟ خليه يهضر واش يحب، حب يقول لك تم الخاوة من الجبهة، المهم المعلومة اللي راه على سي منصور لازم تجيبها لي عشية. حاسبني بها. وأنت في بالك ما كاينش الريسك هكذا. حمل المسؤولية تاعك، يلا كل على ربي سبحانه. السلام عليكم. سلام يونس غير الخير ما كنتش نتسنى فيك اسمح لي سي حسين انا بالي ماشي هذا الوقت اللي لازم نجيك فيه بصح صرا ام طارئ ولازم تكون على بالك ايه فيما يخص الموضوع تاع سي منصور سي منصور اليوم جاني عبد المجيد اللي يخدم معايا هو واحد من جماعتي في لاكاسمه وعلمني باللي راح جالي واحد الشاب قالوا عندي معلومات على سي منصور المهم هذاك الشاب من بعد راح وكي راح قالوا العشيه ان شاء الله نعاود نولي ليك انا بعثت السي عبد المجيد قلت له لازم تروح تعاود تولي لدارك وتستقص الاخبار منه هذا الشيء اللي كاين احسن ما عملت روح شوف هذا الشاب
وتحقق من الأمر. هكذا يلس. تفضل. إن شاء الله. روح ربي معك. السلام عليكم. السلام. هذه الحكاية ما دخلتش راسي. ما نضرش. هاد الأشياء رايحين تحقوا من الأمر. قول لي ربان. التقرير اللي قريته فيما يخص بربروس. نعم وليدي سيد علي، انا اللي راني محير. هذاك الشعر اللي جابوه وليد الحومه واش دار؟ تعرفوا؟ نعرف وليد الحومه. واش نقول لك يا وليدي سيد علي؟ الاستعمار الخبيث يجيب كل افراد الشعب الجزائري، حتى الشاعر راه يكافح. فهمت؟ الشاعر يكافح بالشعر نتاعو، يفيق الشعب بالكلام نتاعو. فهمت؟ المجاهد عنده يكافح في الجبل، الرياضي بكرة القدم، كان يكافح بالدبلوماسية. قول لي يا عمي الحميد، انت عندك بزاف ملي راك هنا. يا حسرة هذه مدة. إما لا تعرف هذاك الفنان توري اللي راهو الفوق. توري محمد التوري. يا حسرة هذاك فنان كبير، حتى في السجن، حتى في السجن كي يكون في السجن يرفع المعنويات على المحبوسين، يديروا روايات. فهمت؟ اما خرج السجن شفتو في المسرح، سمعتو في الاذاعه، عنده واحد الرسائل، واحد الرسائل يبعثهم للشعب، يبعثهم المجاهدين يفهموه، يفهموا الاشارات، يفهموا التلميحات نتاعو. فهمت؟ هذا هو الفنان كما يقولوا بالفرنسويه ارتيست انغاجي. هيا احكي واش عندك سي عبد المجيد؟ خبرت الجماعه على واش قلت لك. هيا برك احكي راني نسمع فيك. انا في الحقيقه خدام عند ميسيو كلود في السانتوجي، وراهم حاكمين سي منصور، راهم يعذبوا فيه في لاكا. هذا واش عندك؟ ماذا بيك تقول لهم؟ هذا ما كان. هاي تربح. الله يسعدك. صح الله يسعدك. مراد خلد
جاوك ها؟ جعوني برك اش ما خلو في ولاد الكلاب. واش انت؟ على سلامتك. الله يسلمك. تعرف لاباس؟ راني مليح راني مليح. الحمد لله. هذا خالد. ويش قولوا خالد الريسك. مرحبا مرحبا بك. ما يخافش. مرحبا بك. كم سمعوا؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. على سلامتك ريح. ساعي توجمع. الحمد لله راني وسط خوتي الحمد لله. خوك جمال. من مليانة. السبع تاعنا هذا. مالك؟ من قسنطينة. مرحبا بك. هارون. القصبة. يعني الجزائر كل في السلولة هذه. السلام عليكم. وعليك السلام. واش راك مولود؟ لاباس لاباس غير الخير. واش كاين؟ كاين جديد وفي نفس الوقت كاين مشكل. مشكل؟ عبد المجيد اللي يسكن في القصبة اللي عنده المعلومة فيما يخص منصور. عندما رحنا باش نجيبوا المعلومة من عنده لقيناه داوه العسكر. رفدوه العسكر؟ وانت ما تظنش باللي هذه عندها علاقة مع سي منصور؟ ما نظنش. على حسب المعلومات اللي جاتني عندها علاقه مع البومبه اللي داروها السمانه اللي فاتت. وزيد بزياده ما حكموهش وحده، حكموه مع جماعه واحد اخرين. قل لي حسين، لي رابور تاع الكازرنات وتاع تاع الحباس سلمتهم للجماعه؟ كون متهني سلمتهم. مليح. شوف دوكا تقدر تروح غدوة إن شاء الله تجيني الصباح بكري في المضرب اللي موالفين تلقوا فيه. هيبقى على خير ورد بالك. سلامة. صح. سي الحسين. اهلا. غير الخير. اسمع لي مليح. تفضل. هذا واحد واسمه خالد اللي كان في الكازيرنا وطلعوه البربروس. اسمح لي سي الحسين، هذه المعلومة أنا جبتها. على بالنا رمضان. المهمة تاعك تتصل بالجماعة تاعك في بربروس، يتصلوا بهذا خالد اللي رايحين حبطوه للكازيرنا، ويتصل بعبد المجيد. درك يجيب المعلومة ولا ما يجيبهاش نعاود ونطلعوه البربروس. كيف يا سي الحسين؟ هذه العملية معقدة وأنا ما فهمتش كيفاش نطلعوهم كيفاش نعاود نهبطوهم، ما فهمتش أنايا. على بالي رمضان، الأمر ما هو سهل، نجيبها يدها طويلة وحنا رايحين نكونوا المسؤولين على هادشي. ما تخممش أنت، ما عليك غير تطبق الأمر وتجيب لنا المعلومة. مفهوم؟ مفهوم يا سي الحسين. بارك الله فيك. يلا ربي معك. الله يسلمك. تفضل.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. مراد مراد الصبح مراد قول لي معه هاي الخبر صارت خير من النوم نوض نوض الصبح نوض 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 الصبح نوض لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله كاين والو يا وليدي واش كاين ما تقوليش جاي من ديك يدي وكاش واحد هاي سمي وخزي الشيطان يا وليدي واش بيك كل ما نجي نوضك تقول لهم جايين يدي واحد هاي خلاص يا وليدي هاي استغفر استغفر مولاك يا وليدي شهد ولا لا اله الا الله شهد محمد رسول الله غير الخير شوف مراد ترى عندك خبرة في النظام واش رايك لو كان نعاودو الهيكل وجبه هنا داخل السجن حنا رانا ماناش تاع دروا كوما استرق حنا رانا مساجين سياسية ومن حقنا نهيكل نفوسنا ونناضلو هنا في السجن ونسألو الخبرات نتاع الجماعة مثلا اللي قاري قاري الناس اللي ما تقراش اللي يداوي يقدر يداوي خالد راني نشوف فيك بلي ماكش خايف وقلبك سخون وحاب تخدم وش جابني هنا البلاد عندي ليك خبر مليح الجبهة مكلفتك مهمة الجبهة مكلفتي هنا مهمة من عميه وين هنا وين هنا برا راح تخرج شو تخرج اللي معك في السجن ترجع منين جيت قصدك نرجع ل بكون فهمك يلا واش قلت؟ ما عندي ما نقول لكن جبهة عمرتني أنا مستعد أخلص بصح المشكلة عندي كيفاش نخرج ونرجع ليه ماشي شغلك اسمعني مليح رايح تخرج منا تروح الكازرنة